فاولات تكثر. كابوتي خذاها عطه كمل روح سايره روح 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 سجلت التعادل. لا 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 بعد 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 ما في شيء مستحيل. قلت لكم انا قلت لكم والله 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 العظيم قلت لكم ما في شيء مستحيل في كرة اليد. قلت لكم اسماعيل عبد الغدوس سجل في الثواني الأخيرة. وعزيز عزيز الله 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 يا سلام. وجب خذها خذها سجلها 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 وفرحني. الله 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 ما في شيء مستحيل ما في شيء اسمه مستحيل. هذه تذكرها المباراة حتى الأخيرة. فعل راح فيها لأن بيني وبينك هني القادسية كانوا راح يضيعون المباراة من يدهم مع أن كانت لهم خاصة كرة مبارك الخالدي الفاست بريك اللي انفرد فيها. تضايقت أنا وايد. أنت لاعب جناح لاعب الجناح يعني نادر ما يصوب على الثبات أكثر شيء الخط الخلفي صحيح. منهم مثل إسماعيل وخالد يمكن خط خلفي يصوبون إسماعيل. فأيضا كرة عزيز سالمين صادة حارس مرمى لكن أنا ما أدري شلون يعني حسيت في شيء راح يتغير خاصة لما ذكرت الثواني الأخيرة هدف اسماعيل عبد الغدوس. لان انا قبل هالثلاث دقائق او دقيقتين ذكرت قلت ما في شيء اسمه مستحيل صحيح. هدف اسماعيل عبد الغدوس على الامارات فهني خلاص اخر ثانيتين يعني توقعت القادسية راح يردون سبحان الله وردوا القادسية بس كانت مباراة صعبه فعلا يعني انا كنت نعم. انا كنت احلل المباراه هذه صحيح. يعني عيسى كان بالتعليق انا كنت بالتحليل نفسه يعني كانت مباراه صعبه فعلا انا قاعد من استراح من الكرسي الى التحليل صحيح. فكنا حلم صار ثلاث اهداف ثلاث اهداف تقريبا دقيقه اقل من دقيقه لا اقل من دقيقه تقريبا 45 ثانيه نعم يعني انا ما توقعت من الكرسي بقعد على الكرسي حسبالي حتى يوم شفت التلفزيون حسبالي الاعاده اثاري خاطفها رايح جول جول فوز لا 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 شيء غريب انا سالت السؤال يعني واحد سالني قال لي شلون توقعتها يعني حتى راشد كاهوري يعرفونه كابتن يعني نجم من كان افضل لاعبين اسيا في قطري فيقول لي انت ساحر قلت له لا مو ساحر هذه كره اليد كره اليد كذي ممكن يعني قلت انا ذكرت هدف اسماعيل وكان عندي وقلت له بعدين المعلق لما يكون هو لاعب ترى يحس بفنيات اللاعبين ويقرا المباراه يعني صح بعض الاحيان تمشي يعني بيني وبينك انا حتى التلفزيون يقش يعني بعض الاحيان الكاميرا تصير على المخرج على اللوحه مالت المدرب صح فيشكل فعرفت انا وين النهايه فاتكلم قبل اقول الدروه واقول لا ترى ما بفتن والهدف راح يكون هناك وبعض الاحيان اتكلم واقول لعبه هوائيه راح تصير لعبه هوائيه فتصير صحيح. صحيح.